بينما بتلاقي اليهود او غير الاقليات معمرين بنايات بتفرع مشاكل. انت بتعرف شكرا على نقطتك كتير، نقطه مهمه. ايه حدا عنده تعليق غير الاستاذ عمرو؟ شكرا كتير كتير مهم. انا بدي اشير تفضلي. Please. Why can't the groups that are in America, the Arab American groups, affect the Arab, the Arab groups in the Arab country, which is something we terribly need. Probably we need to teach them how we do things here, so they can learn from this country. Yes. No, I agree with you. Okay. بالنسبة بس خليني أنا أشرح، أنا إن شاء الله ما كنتش مطول، أشرح عن الدقيقة. طيب كتير منيح. طب يلا بشكل مختصر. أنا حبيت أعملها محادثة معكم، ما حبيت أعمل إنه والله أنا عم بنظر أو شيء، لأنه هي حلو تكون الواحد أنا أسمع منكم أنتم تسمعوا مني ونتفق على شيء، لحتى إنه هدفنا مش بس نحكي، هدفنا إنه نوصل لشيء. لازم نوصل لشيء، لأنه نحن العرب وسوري من هالكلمة متعودين نحكي 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 وما بنفعل. فلربما ولا ترى إنه من خلال هالمحادثة اللي نحن عم نتحدث مع بعض نقدر نحك راسنا شوي ونوصل لفكرة بتحسننا وبترتقي فينا للأفضل. ايه اكيد. فنقطة أخيرة بس بالنسبة للعمل الشبابي، نحن العمل الشبابي في وحدة من هالمشكلة عم بتواجهه، إنه نحن البعض منا بعد ما اتخذ من أمريكا وطن لإله. عايشين بأمريكا بس بعدهم عقلتنا بلبنان وبالعراق وبسوريا. طول ما إنه أنت معتبر حالك غريب بهيدا البلد، بعمرك ما رح تقدر تغير شيء فيه. لحتى أنت تصير تعتبر هيدا البلد بلدك، وتعتبر هيدا المجتمع هو مجتمعك. وهيدي القوانين هي بتأثر عليك وبتأثر على أولادك، ما رح نقدر نغير شيء بهيدا البلد. الوقت اللي نحن بنصير نتصرف فيه كمواطنين أمريكيين وبنشارك بالانتخابات يعني يا حرام، نحن بديربون أكثر نسبة اقتراع بالانتخابات للعرب 22%. طيب شو عم يعملوا ال 78% الباقيين؟ بدكم أقول لكم شو كنا نحن بندق بكل انتخابات، بندق للعرب لنقول لهم اطلعوا وانتخبوا، بدكم أقول لكم شو هن اللي بسمعهم؟ أنا بس أقول لهم اطلعوا وانتخبوا؟ هيدي اللي بتقول لي إنه أنا إذا طلعت انتخبت بياخذوا لي الفود ستامب. واللي بيقول لي إذا أنا طلعت انتخبت ابني بياخذوه على الحبس لأنه آخذ تيكت سبيدنج تيكت، سرعة. إنه عندنا نحن بعد يعني هالعقول البسيطة، يعني عندنا نحن بديربون بتعيش بديربون وبتموت بديربون بعض وما بيحكوا كلمة إنجليزي. يعني أنا عم بتواصل مع عالم عمرهم بالسوري علي، أخذت أكثر من وقتي بس بتأسف منك، تسمحوا لي يعني إذا سوري. عندنا هون بديربون بتعيش وبتموت، ومش ضروري تحكي عربي ومش ضروري تنتخب ومش ضروري تعمل شو، هيدا غلط. هيدي مش نعمة، هيدي نقمة. مظبوط يا علاء؟ هيدي احكي فيها بالتقرير الثاني تبع صوت وطن، مهم كثير هيدي، أنا متابع تقاريرك. هيدي غلط، هيدي مش نعمة، هيدي نقمة لنا. بيقولوا إنه نحن نعمة إنه ديربون فيك تعيش وتموت إنه بتحكيش إنجليزي، لا هيدي مش نعمة، هيدي نقمة. نحن لما نبلش ننتخب ولما نبلش نتبرع لهودي الكونغرس وللسناترز، ساعتنا كلمتنا بتصير مسموعة، لأنه طول ما إنه نحن عم نتبرع بس للأكل، مع احترامي للي بيعملوا حفلات أكل، ما بنتبرع للكونغرس، ما بنتبرع، يعني هذا اللي عم بيعمل القوانين. كيف بده انت يحسب حسابك اذا انت ما بتروح تحضر فندريزر لإله؟ اذا ما بتتبرع له، اذا ما بتنتخبه. يا اخي اذا انت ما بتنتخب قليل اتبرع. ما اف not your vote talks your money talks، مظبوط؟ اذا صوتك ما بيحكي مصرياتك بيحكوا. فهيدا هيدا هيدا بشكل تفضل علي واخر. مظبوط. ما هن كيف بدهم يسيطروا عليك، كيف بتسيطر انت على القرار؟ ايه بستفيد من المبادرة ونشجع أحفاده وممكن بس للجامعة ويقوموا بيها. أنت كيف فيك تسيطر على القرار بأي بلد أو بأي مجتمع؟ مش إذا عندك مثقفين مثل حكايتكم، لا. إذا عندكم ناس بس بيسمعوا لك وبيمشوا وراك بدون ما يسألوك أو يقولوا لك إيه أو لا، بس بيسمعوا لك بيقولوا لك إيه. وهذا الغلط نحن ببعض القيادات عندنا، إنه بيحبوا بيحطوا حواليهم هون بيقولوا لهم إيه 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 إيه. ما طول ما انه عم بيقولوا لك لا ايه وما عم بيصلحوا لك، كيف بدك تتحسن؟ كيف بدك قيادتك تصير احلى؟ كيف هذا الجيل بدها تصير احلى؟ فعشان هيك انا بدي اختم واقول ومثل ما قلت بالاول، نحن نجاحاتنا كنه شبابيه وكنه غير شبابيه هي نجاحات فرديه وليست نجاحات رجاليه. هناك بعض الاستثناءات البسيطه التي لا تذكر. بس بشكل عام نحن نجاحاتنا فرديه. بتمنى انه الشباب يشتغلوا مع الكبار مش الكبار يشتغلوا مع الشباب. عندنا طاقات كثير كبيره ما بتدقش على بيت الا بيطلع لك فيه محامي او دكتور او 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 رجل اعمال ناجح. حيلا بيت بتدق هلا عليه بيطلع لك اثنين ثلاثه هيك ناجحين. فخلينا نستفيد من هالطاقات، خلينا نشتغل مع بعض كلنا كجسد واحد وكعقل واحد نحو هدف واحد اللي هو انه نحسن الجاليه تبعنا ونرتقي فيها الى مستوى افضل، تصير كلمتنا مسموعه. شكرا لكم.